باك ات بوتيكات. طبعا اليوم انا بكون فار تجربه وملوك الميك اب ارتست. انا الميك اب ارتست اليوم راح احط لها سمر ميك اب لوك، وهي بتحط لي ناتشرال لوك. ليتس جو. ترى اول مره تمكيجني. طبعا يا جماعه استوعبنا ان نحتاج هالشيء حق حواجبها. حق الآي شادو راح استخدم لها الباليت اللي بينكحل. وبكذي انا اكون خلصت الميك اب. هذا اللوك النهائي. والله انا وايد عجبني، سويت شي سمري بينك لوك اف يو كانت تيل. انزين والحين بس بنحط السيتنج سبراي. سو ليتس جو. يلا الحين دوري انا احطها و اي جيت ماي ريفنج. ستوبيد. اول شيء ببدا في الميك اب فورفر باليت التو سايدز. جليتر بحط لك. وبس خلصنا ميك اب اليوم. طبعا هذا ميك اب ملوكه حقي وهذا ميك اب ودوم حقي. وايد عجبني. ثانك يو ودوم. يور ويلكم.